بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكل السادة الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فينا، وإن شاء الله نتمنى من الله أن نكون عند حسن ظنكم، وأن كنا على قدر الثقة اللي أنتم منحتوها لنا في غيابنا، وبارك الله فيكم. اللي نبي نقوله أن نراه مجلس النواب يعني من أول ما بدأ كان في ظروف مش طبيعية، يعني كان هو يمثل السلطة التشريعية وأيضا هو طرف سياسي، وهذه الحقيقة اللي قاعدة مستمرة معانا لعند صبح اليوم. احنا كسلطة تشريعية كلجنة كلفتها السلطة التشريعية اشتغلنا وفق المعايير اللي وضعتها لنا السلطة التشريعية، وبذلنا قصار جهدنا، وقد نكون أخطأنا وقصرنا أو ما تمكناش أن نفوضه بشكل كويس، كل مقبول وكل متوقع وكل ممكن يكون صحيح، لكن في الأخير بكل نتيجة عملنا هي أمامكم كطرف سياسي. الآن تقدروا تتعاملوا معها كطرف سياسي، مش حق السلطة الشرعية، لأن احنا عندنا راهو احنا مش مجلس تشريعي فقط، احنا أيضا طرف سياسي. القاعدة القانونية راهي كائن حي، يا يطلع للمجتمع يعيش، يا ما يلقاش الظروف الملائمة ويموت. إذا كان احنا درنا قاعدة ما تمشيش مع واقعنا وما تتماشاش مع واقعنا، طبيعي أنها تنتهي وتموت، وتجبر السلطة التشريعية على بحث آلية لكيف تغيرها، كيف تعدلها، كيف تتماشى. لازم تتماشى مع الواقع. إذا كان احنا مثلا درنا شيء ما تمشاش مع الواقع، لا من حق الأطراف السياسية أنها تضغط وتقول وهذا ما يتماشاش مع الواقع، وتدفع في اتجاه تغييره تعديله كذا. اللي نبي نأكد عليها أن مجلس النواب هو يعني صاحب الولاية على الدستور، وصاحب الولاية الوحيدة على الدستور، يعني تقدروا تغيروا في الإعلان الدستوري، تقدروا ترفضوا النتيجة كطرف سياسي، لكن كسلطة تشريعية احنا رانا عملنا كلجنة، عملنا بالمعايير اللي وضعتوها بكل أمانة وإخلاص. وحيجيكم فيما يتعلق بالدوائر، أقصد وكذا المعايير اللي تتعلق بالدوائر والمقاعد وكذا، إذا أنتم رأيتوا أنكم تغيروها، لا احنا تحت أمركم، احنا طالعين من هالقاعة وردين هالقاعة. شكراً.